بارك الله فيكم. هذا سائل من الرياض يقول: ما حكم أكل العربون في البيع والشراء وغير ذلك؟ الصحيح أن ذلك لا بأس به، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله. والعربون معناها أن يشتري سلعة ويشترط الخيار مدة ويدفع قسطا من الثمن، فإن عزم على السلعة أكمل الثمن، وإن لم يعزم عليها فإن هذا الجزء المدفوع يكون للبائع نظير حبسه للسلعة مدة الخيار، فهذا على الصحيح لا بأس به. نعم.